الحمد لله. يعني مرت حق رمضان يعني البرنامج كله على بعضه حوالي 10 دقايق بس فيدباك عليه حلو جدا الحمد لله. الحمد لله احنا ترند يوميا على تويتر فده مؤشر حلو. في حلقات كده عارفه بيقولوا بتهمس حاجات كده يعني حاجات خاصه بالعلاقه الابن بوالده ووالدته. عملنا حلقات اتكلمنا فيها عن تاريخ الفوازير رمضان, اتكلمنا عن تاريخ الاعلانات منذ قدم الازل الرمضانيه وصولا ليومنا هذا, اتكلمنا عن مسلسلات رمضان اللي اتربينا عليها. والبرنامج بيبقى دايما في الاول كده حاجه ممكن فني شويه, بعد كده حاجه اجتماعيه بندخل جوه الشقه بتاعت حد رمضان نشوف الموقف اللي بيحصل فيها, ونيجي بقى في الاخر نطلع بحكمه بسيطه جدا يعني مره تعاملات مره احترام بعض مره مين يفطر مين يساهم في ايه. وخصوصا ان هو البرنامج ليه سبونسر بتاعه مؤسسه مصر الخير, فاحنا بنربط فكره البرنامج المجتمعي بالنشاط بقى المجتمعي النشاط الخير اللي بتقدمه مؤسسه مصر الخير. تمام. احمد يونس بيحضر لحاجه جديده مختلفه في كلام مع لمين بعد رمضان؟ والله بصي انا عايز ارجع زي ما بيقولوا كده عوده قويه, فبنرتب شويه حاجات كده وضيوف ان شاء الله يعجبوا الساده المعلمين وشويه مواضيع حلوه وفي فقرتين جداد. بصي هي بيعتمدوا اكتر على التواصل, وان يعني انا كنت قلت للناس في حاجه اسمها الساعات هتخبط على باب بيتك, ان انت ممكن تكوني قاعده في البيت وتفاجئ ان انا جاي لكم البيت وجايب لك هديه وجاي لك من شخص معين. يعني انت هتستخدمي يونس تقولي له انا عايزه افرح خطيبي مثلا, عايزه اعمل مش عارف ايه, طب ايه هو بيحب ايه, هو بيحب الشوكولاته, هم احنا رايحين واخدين له شويه شوكولاته كبير ورايحين له حاطين له اتفضل يا عم كل سنه وانت طيب من فلان او من فلان. فهنروح بقى نخبط على البيوت بقى ونبتدي نقول للناس ابعتوا لنا عرفونا ببعضكم اكتر, كل واحد يقول عايز يعمل هديه لمين وايه طبيعه الحاجه اللي ممكن تفرحه. الله مبروك بصي ربنا يخليك بصي كل سنه وانت طيب. مبتدا دوت كوم